راسي المصطفى الأطهار نيران الحزن تسعى واسي المصطفى الأطهار نيران الحزن تسعى ودع عم هذا اليوم ودع عم هذا اليوم ودع عم هذا اليوم ودع عم هذا اليوم واسي المصطفى الأطهار نيران الحزن تسعى واسي المصطفى الأطهار نيران الحزن تسعى ودع عم هذا اليوم ودع عم هذا اليوم ودع عم هذا اليوم ودع عم هذا اليوم واسي المصطفى الأطهار نيران الحزن تسعى نيران ودع ودع عم هذا اليوم ودع عم سقاه الله من فرد بألف عمد في الدهر على الأوراق مكتوب بتبر ليس بالحبر نقي الروم والثاب إلى الإنعام والخير له بذل إلى الله مضى في السر والجهر له دانا قريش لا تخالف قوله الصائم أصيل من بني فهر شجاع من بني غالب رئيس مكة الكبرى وما عن نصرها غائب سلام سيد البطحاء سلام يا أبا طالب سلام يا أبا طالب سلام سقاه الله من فرد بألف عمد في الدهر على الأوراق مكتوب بتبر لا سبيل حبر نقي الروح والثاب إلى الإنعام
له بذلون إلى الله مضى في السر والجهر له دانت قريش لا تخالف قوله الصائم أصيل من بني فهر شجاع من بني غال رئيس مكة الكبرى وما عن نصرها غائب سلام سيد البطحاء سلام يا أبا طالب سلام يا طالب سلام يا من حمى طه النبي عند المخاطر مانعا إياه من شر العشائر فهو جندي إلى الإسلام ثائر وشهيد انقضى وسط الحفائر مسلم يدعونه بالله كافر كيف والدين به قد صار ظافر يقصدون النيل من ليث مغامر حيدر الكرار والسيف المناصر حق له في يوم الوفاة رثاءهما أحمود الصفات أبو الوصي شيخ الأبات جد الدبيح جنب الفرات يوم الوداع مثل الأفاعي حلت علينا إنا فقدنا بدرا منيرا شيخا وعينا ودعته من جيش النصير إلى الهدى يفدي والبشير أزحته عملاقا مهيبا عطاؤه ليس باليسير ودعت شمسا من آل هاشم ومن نزاري ودعت حزنا إلى اليتامى كهفا يداري واسي المصطفى الأطهر نيران الحزن تسعى واسي المصطفى الأطهر.